الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم كيفاش كتشوفوا كان نتواجدوا قدام قبة البرلمان في عاصمة الرباط، اللي كانت توجهنا إلى جميع الوزارات اللي توجعنا عليه في الصباح اليوم. توجهنا إلى السيد الوزير الداخلية، إلى السيد الوسيط، سيد مجلس حقوق الإنسان. درنا عدة شكايات ضد رئيس الجماعة اللي عندنا في بني شكار. رئيس الجماعة فاشل، لأن جماعة الرشوة جماعة السمسارة اللي ولت تما. كيف كتلاحظ اليوم درنا عدة شكايات ضد رئيس الجماعة، شكايات اللي كتعلق بالبيئة، اللي كتشوفوا رد الأنابيب نتاع البيئة، ردها الحديقات، وكيف كتشوفوا المجزرة اللي كتطلق عدة الدم اللي تلقها عاود عند الزيتون وعند الأشجار. واليوم شفنا السيد الوزير الداخلية اللي درنا عدة شكايات ضد رئيس الجماعة بني شكال. كنتواجدوا اليوم حدا قبة البرلمان، وغدا ان شاء الله في الصباح اليوم باش نتوجهوا الى مفتشه العامه للوزاره الداخليه. كيف كتوجهوا؟ لان الرئيس اللي عندنا تما رئيس فاشل، رئيس الرشوه، اللي ضد الاستثمار، اللي صاحب الجلاله امين المؤمنين 18/6/2017 اللي طلق عده مشاريع الاستثمارات. اللي كيف تلاحظوا اليوم اللي رئيس الجماعه للجنه الاقليميه اللي مشات ضد الاستثمار، وحنايا كمواطنين كمستثمرين اللي بغا نستثمروا حوالي مليار نتاع الفلوس اللي غادي نستثمروا باش نخدموا اليد العاميه. كيفاش كتلاحظوا دفتر التحموت اللي فيه 40 واحد، الى كل واحد عنده خمسه كتقول 200 واحد. واليوم توجهنا الى مدينه الرباط باش نديروا شكايه التظلمات، لان رئيس فاشل يمشي يروح، ما يصلحش للجماعه، لان رئيس شفار، رئيس اكثر شفار، اكثر خبيث، اكثر منافق، لانه هو ما كيديرش بالتعليمات الملكيه، لانه هو ما كيديرش بالتعليمات الملكيه ولا بالتعليمات السيد العامل والتعليمات السيد الوالي، لانه هو جا باش يشفر باش يعمر الجيب، لان حنا انتخبنا عليه على هذا الرئيس الفاشل باش يخدم الوطن، باش يخدم الشعب، لانه خائن للوطن وخائن للشعب. وشكرا والى اللقاء. يا خي قد خفيه.